النادي الاهلي كان ممكن يلعب نفسه كم مره، ولكن طبعا مفيش حاجه اسمها بيلعب نفسه، ومفيش حاجه اسمها احنا ازاي خسرنا البطوله دي. كره قدم ادت الى خساره النادي الزمالك امام النادي الاهلي في المباراه الاخيره. فرحان مش فرحان ما حدش يعني، انا بشوف ان الناس اللي عماله تدخل نفسها في هذا الامر وتقعد تقول لك انتوا فرحانين زياده عن اللزوم، مش هعرف افهمهم هو احنا ليه فرحانين. احنا فرحانين طبعا عشان احنا خدنا السوبر، ولكن اخر حاجه احنا عندنا عوامل كتيره جدا تخلينا نفرح بعد الفوز على نادي كبير زي نادي الزمالك بالمناسبه، فدي تخلينا نفرح ونتبسط طبعا، ان احنا رجعنا تاني، لانه لو لا قدر الله كانت المباراه دي هنخسرها كان هيبقى في ضغط نفسي شديد جدا على لاعبتنا وعلى مديرنا الفني، لانها في بدايه الموسم طبعا، ولسه ماتشين دوري ويعلم هنلعب كاس تاني ولا هنلعب سوبر تاني ولا ما حدش عارف. لانه نادي الزمالك هو اقرب الانديه للنادي الاهلي بفرق حتى في الدوري 42 13 او 13 حاجه كده، لكن او 14 انا اسف 42 14 دوري. ف عشان كده دايما بتبقى علاقه النديه او اللي بيحاول البعض يخليها نديه، بنبقى دايما حريصين ان احنا نتكلم وناخد بالنا من هذا الكلام. فانا بس حبيت ان انا اوري لحضراتكم، مش لجمهور الاهلي ولكن لبعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي بيتكلم بهذه انا في ناس بتكلمني والله العظيم ثلاثه، في ناس ما بتشجعش النادي الاهلي وبتشجع نادي الزمالك وبتكلمني بهذا الشكل. احنا المفروض كنا احنا يعني احنا كده كده رايحين بطوله عشان يعني احنا واخدين الدوري والكاس. ما هو الاهلي حصلت معاه كتير قبل كده بالمناسبه، لكن في الملعب النادي الاهلي كان افضل من الزمالك ويستحق المكسب، ده طبيعي جدا وده قلناه في مباراه الكاس بالمناسبه، قلنا ان الشوط الاول كان للاهلي والشوط او العكس، الشوط الاول كان للزمالك والشوط الثاني كان للاهلي، قلنا الكلام ده بالمناسبه هنا داخل قناه النادي الاهلي.